السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكو وأطباق بلادي المغرب مع مريم بركات. وصلنا إلى الحلقة الثالثة والأربعون ضمن هذه السلسلة التي نقدم فيها العديد من الأطباق المغربية من يد محترفين، وفي هذه الحلقات الخاصة بالوصفات التي تهم شهر رمضان المبارك وصلنا إلى الحلقة الخاصة بالشباكية. سوف تكون مقسمة إلى جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. أترككم مع الفيديو وأتمنى لكم متابعة طيبة. جوج تشكيلات ديال الشباكيه، دابا جوج اشكال ديال الشباكيه، غادي جوج اشكال، غادي نعطيو نموذج منهم ونديرو غير عجينه قليله باش كلشي يستافد. مزيان صافي، باش كلشي غادي نديرو المقادير ديال جوج كيلو، جوج كيلو، جوج كيلو ونص، جوج كيلو ديال، جوج كيلو ونص دقيق. دابا المقادير ديالها ديالها مضبوطه، درنا الشباكيه اللي هي باللوز، معجونه باللوز وبالايفيلي. كتزوق بالايفيلي، الايفيلي كيكون محمر محمر، كيجي من قرمل شويه، ما ديروش كما جبتيه من الحانوت، ديرو خصو يكون شويه محمر باش ايوا هو هذا. غادي نخلي دابا الصنيعيه، الصنيعيه هو اللي غادي تبارك الله نبدا نخلطو. هادي جوج، جوج ونص، جوج ونص ديال الدقيق فورس، اي راه حنا موجدين وراه مغربل على تسع باش ما نضيعوش الوقت وصافي. دابا دابا غادي نبداو بالشباكية ديال اللوز ديال الاولى والمقادير ديالها. واخا ثلاثمية غرام ديال اللوز بالنسبة لجوج كيلو، غادي 300 غرام اللوز. هانتي كيفاش داير؟ اللوز هذا اللوز محمر ياك؟ محمر ومطحون بالجلفة ديالو، بالجلفة ديالو محمر في الفران، محمر في الفران ومطحون بالجلفة ديالو، الجلفة ديالو، الجلفة راه مزيانة. 300 غرام تاهو 300 غرام زنجلان، الزنجلان، الزنجلان تاهو محمر ومطحون، محمر ومطحون. هذه تقلو وديك البوزه ديرها شويه غير واحد بحال هكا نص معلقة كبيرة قعقلة وشوية ديال الكوزة مطحونة، هادي حبة حلاوة، حبة حلاوة حتى هي مطحونة مغربلة، حتى هي مطحونة مغربلة. قياس ديال جوج عواشق، جوج عواشقات عامرين مزيان بحال هكا كتجي من السماك دابا. أييه انت حنا ريحتها دابا عطات جوج عويشقات، هذا النافع، النافع حتى هو نفس المشكل، جوج عويشقات، جوج عويشقات وشي حاجه انت عامري عاشقه عامره. عتجنوا في العجزه دابا غادي نسوي تخلط، يعني في الدار غتخدم هاد العناصر هي كاملة بعدياتها. راه ماشي بالضرورة العجانة، باليدين تخدمهم، هذا الماء، السيترو ديال الماء نخلط مع داك الزعفران، أي السيترو ديال الماء هنا خدمناه في الماء سخون هذا الزعفران. صافا يعني هذا غيكون قياس مضبوط ان شاء الله. يترو لا روب ديال الماء، يترو لا روب سيترو ديال الماء وما زهر، ما زهر ايه.
الناس تبارك الله جربوا الفقاس الغريبات جربوهم تبارك الله نجحوا معهم. انا كيجيو عندي كيقولوا لي عطيني داك الفقاس اللي كتشكر فيه مريم. لا صراحه درت التطبيق كيقولوا لي صح. لا زوين تبارك الله. دابا 4 ايترو ديال المزهر. 4 ايترو ولا على نص ايترو ديال الماء اللي فيه الزعفران اللي فيه الزعفران. ايترو لارو مزيان هاد العبار اليوم قليل غادي كلشي اللي بغى يصوبها كاع غادي يصوبها. اها نرى المقادير عطيناها كما مضبوطه مزيان مضبوطه. زيت السيترو ياك السيترو بحال قد زيت قد الماء. قد الزيت قد الماء حتى هو يطرو لارو يعني احنا الماء درنا السيترو ولا وربعه ديال الماء يعني كيتحسب الماء الماء. يطرو لارو اللي بغى يدير زيت العود يدير ماشي مشكل يخلط يخلطها. لا ما يديرش كلشي تخلط شي ربعه طبعا. حتى بالمشكل ديالك كتقلى وتيكون فيها زيت العود شويه نصل بلا لا واحد رشيشه صافي شويه القياس باش كيخليها شويه شيشه تقريبا ديك نقولوا شي واحد المعلقه كاع كبيره هي جديده يلا استعملناها شويه. ما كتفضلوش الخل بزاف في الشباكيه يعني كي داتها يعني كيدير بزاف يعني كيخل شنو المشكل ديالو؟ المشكل ديالو هو انها كثير كتجي هذيك كتهرس هي كتهشش هي هي الدور ديالها كتهشش الشباكيه الدور ديالها ماشي شي حاجه خاصها تهش خاصها تكون هشيشه بالقوى بالقياس عاوتاني بالقوام ماشي حيت اللوز هو تعطيه هذيك الرطوبيه هذه القرفه ضروري القرفه في هاكا واحد العشقه كبيره عامره باش كتنسم الشباكيه. كتبغي تدليك هي الشباكيه بغيت تدلك مزيان. شحال كيسولوني تيقول لي لا الشباكيه زعما خصها غير تجمع ما تدلكش لا خصها تدليك بغيت تدلك تجمع. وكل ما خرجت العجينه ديالها قاصحه كل ما كتجي في الفوم رطبه ملي جريتيها غادي تخرج قاصحه بالعكس بلاخص هكا العجين ملي تيكون بالاله تنقولوا انا ديما نتهبوا حيت ما كتقيسيش العجينه بيدك الاله كتعلق ماشي بحال لي ملي خاص ننتبه الواحد الى عجنها بالعشانه خاص نخدم بالعبار هادشي دابا الشباكيه شحال من تيسحبوا هي عجينتها شويه دقيقه يعني كتبغي داكشي مدقوق شحال من تيبدا يسرحها كتبدا تقطع ليه كاين اللي كتدير كنقول لهم راه القياس حتى الفتيل كاين حتى ملي حتى كتكملها وتورقها وتبس وتبرك وتبدا وملي كديرها في المقله كتمشي مهرسه هي صراحه من السهل الممتنع هي صعيبه فيها خدمه كثيره وملي تجي تقلي كيمشي لكل شيء في الزيرو اصلا حتى العسل الا كان خايب صافي كيمشي لكل شيء تمره كامله اللهم الواحد ياخذها مضبوطه. كاين واحد الغلط اللي كيطيحوا فيه الناس اللي كيصايبوها في الدار هو كيجيب واحد الكميه قليله ديال العسل مثلا يجيب 5 كيلو ديال العسل هو راه داير 5 كيلو ديال الدقيق وكيبقى يغطس داك العسل حتى كيولي جاري كلمه لا العسل خاصو يبقى ديما انت راك خدام به ويبقى ديما معقود شويه ثقيل ماشي خفيف حيت هو ملي كتبقى تلوح فيه الشباكيه سخونه كيتطلق كيولي جاري بحال الماء ما كتبقاش الشباكيه تشربو
صراحه هي ديال المعضله اللي الناس اغلب عندهم باك هي ما كتشربش العسل وهي راه حيت كتسخن هو راه كيسخن كيسخن العسل كيسخن العسل. بالنسبه للزبده شنو ما كتفضلوش باكيه بالزبده ما كديروش؟ لا ما كنديروش الزبده، كنديروا الزبده حيت عطيناها قوام خور قلم خور اللي كيدير ليكيفالون ديالها. الا زدنا الزبده غنقصوا من الزيت غنقصوا يعني نقولوا اللي بغى هشيش اكثر يدير زبده هي يدير نص نص ممكن ينقص من الزيت ينقص من الزيت نص نص احنا خدينا المقادير ديالكم نتوما الخاصه اللي كديروها هذه المقادير كتبقى كل واحد وراه اجتهدنا باش عطينا هاد الروسيط قليله حنا راه كنعجنوا عجنه كبيره 25 25 كيلو عجنه ديال 25 كيلو دابا بدات الطلبات على شباكيه باقي بدا الطلبات شعبان ورمضان دابا الطلبات اللي خارج ارض الوطن بزاف يلاه دابا يلاه باش توصلهم مزيان كيتهما الناس ديال برا كيديروا الطلب الاول والطلب الثاني. الطلب الاول خاصو يكون في شعبان باش يلاه حتى هما يذوقوا الناس ويعرفوا الناس بلي راه كاينه عندهم عاد من بعد يعاودوا الطلب الثاني. بالنسبه للناس اللي كيديروا طلبيات على برا كياخذوا من عندكم كياخذوا الطلبيات على جوج كياخذوا الطلبيات في الاول شعبان باش حتى هما كيعرضوها ويعرفوها الناس عندهم والطلبيه الثانيه قبل من رمضان بواحد السيمانه ولا زدتي شي شويه زدنا واحد الشويه علاش حسيتي بها خاصه باش ملي جمعتيهم حيت حنا كما قلنا لك حنا عندنا المقادير ديال الكثره دابا القليله ماشي مشكله اصلا حتى الدقيق راه كيختلف الا بخطرات غير بدلتي الدقيق كيختلف يعني بحال الا زدنا واحد الرابعه يجي فوق ما كاملهاش كاع غير واحد ما كاملهاش رابعه هي واحد 100 غرام بدات كتعطي ريحه الشباكين تمي كتكون ملقمه القوام تيبان اللون ديالها بعدا اللي كنشفوه قوام هذا كنشفوه. بالنسبه لسي ابراهيم راه هو اللي مقابل لينا هو اللي مقابل الشباكيه هو اللي مكلف مع الدري ديالو اللي كيعاونو تبارك الله سبحان الله كل واحد الاختصاص ديالو كله وشغله الحمد لله تبارك الله ما بخليناش نوقفوا عليه ولا شي حاجه ديما عطانا نصائح في الحلقات السابقه عطانا ما بغاو العجينه دابا هكا من الاول كنشوفو كتقيسها بيدك ياك وكتشوفها واش كتمسى واش معلقه ولا واش تحلكات ولا لا شتيها انا خاصها كتجمع عارفه راه مزيانه الا ما تجمعاتش ديك بحال هكا راه باقي ما كان في الفرن ديالها ناقصه في الاربعه هذا صافي هكا راه بانك مجموعه وباش عرفتيها خاصها شويه العجين قلتي خاصها شويه لا الا كانت لا قلت لك الا درتي لها بحال هكا ما تجمعاتش ديك بحال تشتات راه باقي ناقصه في الفرن خاصها لا ما بين الماء والزيت ملي كدير لها بحال هكا ديك كتجمع كتعلق بحال هكا راه مزيانه مثلا ملي كتبان الماكينه في الماكينه مجموعه كتجمع الماكينه صافي راه القوام ديال العبار ديالها هو هذاك الا ما كانش القوام راه ما عمرها تجمع لك ما تجمعش وبالنسبه للناس كيعجنوها كبيديها كتحس بها بدات كتحس بها ملي كدير لها بحال هكا تجمعات هو بحال هكا راه مزيان راه مزيان صافي الا باقي هي كتدخل في المكشر راه باقي وكنقولوا نخلي واحد شويه القياس انها راه غتطلق ملي غنخليوها ترتاح ياك ما نجيبوهاش مرخوفه حيت هي الا جبتيها عاوتاني مرخوفه بزاف راه غتخرج قاصحه قاصحه تخرج كلها قاصحه وغتمحن حتى في الشباك وفي بالنسبه للناس اللي غيعجنوا عندهم راه ما زدناش باقي تقريبا شي نص كاس شويه راه شي نص كاس صافي هي غير 100 غرام كدير الفرق بالو الواحد الا بغى يزيد يزيد بشويه بشويه غير 100 غرام 50 غرام ما بين ما وراه كتعطي راه كدير الفرق كدير الفرق
يعني راه كتبقى تسد لك ماشي داك غير تجمع وصافي يعني في الدار يعطيوها هاد ليك عاد مازال عاد مازال يكورها بيدو ويديرها كريصات عاد باش يقدر يعني راه قاصحه راه ماشي داك لا باش ما قاصحه هي مزيانه الا كنت ثاني جاريه من هنا راه غتخرجك من القاصحه من المقله ملي كطيب خليها تستريح شويه بالمطلقه هذا استلق عاد غادي ديرها كريات خلي هذيك دير جوج د الاخرى واخا جوج د الاخرى سلوفان واخا ويخو يخو واش بان لكم الاخوان كيفاش شو معنا نجمعوا صافي بزاف ديال الجمعات مزيان بقات حتى شنو الخدمه صعيبه نقول لك اش باقي ما شتي والو باقي ما شتيش تشباكو اليوم غتخرجوا كتعرفوا تشبكوا صافي حتى تعيط لي غتعلموا متباك صافي دابا دخلتيها في ميكا وخليتيها واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه تكون في الفيق صافي ان شاء الله الله يسر هذه هنا هانتي هذا دقيق فور ديال جوجونس هذه الشباكيه المتداوله اللي كيخدم العاديه جوجونس هذا اما هذه حيت فيها غير هذا مزيان هذه 200 غرام ديال الزنجلان 200 غرام في 2 كيلو حتى هي نفس الزنجلان اللي درنا في اللوز حتى هو مطحون الاخرى كانت 300 هذه 200 شمن اللوز شمن الزنجلان كتخدموا الزنجلان بروميير مزيان البلدي البلدي ومنقي كلشي هادو شي زعواشق ديما بالنسبه لجوج اونص ديال الدقيق صافي راه القفا شويه ديال نص معلقه كبيره ديال القرفه صافي لك التسعه والثاني غتعطيك اللون مغلوق مغلوق بزاف هذا اللي بحال محروقه ايوا ما غديتيش ليها الزر غتحرق وهي واخا واخا هي ما طيبش هادو هما المقادير اللي كاين باقي لينا الزيت والماء غنشوفوا ان شاء الله القياس يلا قد قد داكشي نسيطرو الماء مزهر مزهر رابعة فيها لا مكتوبة في القرعة رابعة يتروي رابعة 250 اللي بغى يدير الماء ويدير الروح مزهر ياك حتى هي اللي عنده الروح الروح شويه هذا هاد العميز الماركه هادي احسن من داك الخضراء الزيت هو نسيطرو يعني هادي القاعده نص القياس ديال الماء قياس الزيت يعني ما نبقاوش بحال بغى الواحد يزيد بيناتهم خليط بيناتهم بجوج يعني الماء محسوب فيه الزهر والماء الزهر والماء المهم انا اللي بغى يزيد ديك الساعه الزعفران يزيد الزعفران في الماء المهم هذه كتبقى العاديه نتوما عطيتو المقادير العاديه
كاين سبحان الله عزيز عليه هذا ديال الزنقه يعني كيقول لك الشباكيه ديال الزنقه اللي عزيزه عليه كاينين نقولوا اللي كتباع برا زعما اللي كتباع خارج المنزل ماشي بحال الدار يعني يترو لاروب ديال الزيت نقول كيما الاول بلا العبر بلا العبر شويه صافي تكون ديك جوج معالق كبار هكذاك تقريبا صافي تخدم حتى هي بنفس الطريقه شنو اللي كيكون عليها طلبات كثيره هذه البريستيج ولا لا هذه كنبيعوها حنا عندنا على دور العام على طول العام على دور العام كيديوها تريتورات كيديوها يديروها في الفطور يديروها ديال العروسه كلشي ديال العروسه هذه عندنا على دور العام وديال اللوز كنبداوها في شعبان شعبان كتبدا ديال اللوز شعبان كاين طلبات عليها شكون اللي كثر شكون اللي كتطلب كثر ديال اللوز ولا لا ديال اللوز كتطلب شعبان ورمضان شعبان ورمضان كنخدموا في اللوز كثر الايامات العاديه وكاين اللي كيبغي عادي بالنسبه للثمنات شحال عندنا جوج ثمنات هذه ب30 درهم باش كنحسبوها والاخرى 60 درهم هادو هما الثمنات ديالها وكيبقى الانسان على حسابه على حسابه وهذه انا متيقني الا صايبوها الناس بهذا القوام في الدار راه غادي تخرج بحال كما كياكلوا عندنا الفرق فين كاين في العسل العسل هو اللي كاين العسل هو فاش كاين الفرق هنا كيكون العسل ديما دافي الشباكيه كتعوم في العسل على خاطره لا ما بغاش مع كيكون بكميه كثيره كتكون كميه كبيره وبارد ما كنخليوش يسخن حنا بدورنا اللي حسينا به بدا يسخن كنزيدو كتزيدو العسل هو واحد بارد ماشي صافي هي لمشات غير المسخر غادي نطلعوا له شويه الفرق يعني خاصها شويه ديال العبار اللهم تبقى ناقصه ولا تجي من الاول لا السائل ما تزيد ليها الدقيق وديما تتخلط شويه الزيت مع شويه الماء هذاك شويه الماء ياك كدير معاه شويه الزيت غير هاد شويه غادي يدير الفرق غيدير وشوف خاصك الزيت صافي دابا مزيان صافي مزيان هو لا بار ديال الشتا حتى ملي كتورك عليها بصبعك ما تدخلش ما كتدخلش العجينه كيبقى داك الشيء بقى مجموعه وكتبان لك مهنايا تجمعات صافي تجمعات وتجمعات قاصحه حنا دابا في الخدمه ان شاء الله نعم غادي نديروا جوج تشكال جوج تشبيكات جوج تشبيكات غادي نديروا تشبيكه صغيره وتشبيكه كبيره وحنا راه كيكونوا عندنا كلشي موجود اللي بغى شي حاجه ان شاء الله كنت قلت لك على الشباكيه الاخرى ديال الغرف قلت لي غديروها ولكن ماشي دابا غادي نديروها ان شاء الله هذيك عليها طلبات عليها طلبات سبحان الله العظيم عليها كتبقى طلبات حاجه اللي كيبغيوها المغاربه المشكل اللي طحنا فيها بحال بدات كتنقارض هذيك الصنايعيه ديالها بداو كينقارض هادشي اللي قالوا لي شي محلات يجيبوها من فاس من فاس الصنايعيه ديالها بداو كينقارضوا ما كرهناش دابا حنا نحيوها علاش يعني الا درنا الفيديو ان شاء الله تحيا وترجع غادي تكون بادره من عندنا من هذا المحل من هذا المحل ديال بن منصور ان شاء الله غادي تكون بادره وغادي نحيوها ان شاء الله غادي نجتهد فيها العجينه ملي طاحت طلعت صافي طلعت مزيان كتفرتك ما والو هنا من العلامات انها مزيانه ملي دابا تكوروها تكور مزيان ربو الى كثير
طب بحال كدلكوها شويه ديك الساعه باش تقرص لك باش تعطيك قرصه بحال ما كنتش نعطيك باش تسرعها 16 باش ما تنشفش دابا كتغطى باش كتغطى يعني يضربهاش البرد باش يشوف خميرة الخبز ما كتفضلوهاش؟ لا 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 حلوة لا خبز لا اللي عنده الماكينه ديال التوراق استعملها ولكن صراحه حنا كنفضلوا نعم علاش الطريقه التقليديه كتسربينا مسربيه كنت مولفينا هي عندنا لا ميوا كاع ولكن الشباكيه كتبغي تخدم بالمدلك باليد الا بغاو يدوزوها هنا يدوزوها بحال المدلك المدلك يزيد يعطيها واحد ملي كيدفعوها بحال كيدلكوها بحال بحال كتزيد تدلك بالمدلك ني حتى الماكينه كتعطي ديك الكوسر وما غيخدموها دابا كامله يعني ما تحيدو منها حتى حاجه لا كيطيح كيط الجناب معاو ثاني كنعاودو واحد واحد يدير الكبيره واحد يدير الصغيره شبان كتخدمو 25 كيلو في النهار لا اكثر نخدموا 200 كيلو هذاك الشيء 200 و200 وصار نخدموا شعبان كيجيو شعبان كيجيو عمال اخرين ديك الساعه وكيكون الطلب شعبان سبحان الله العظيم اكثر من اكثر من رمضان حيت رمضان الناس كلها كتوجد راه وجدات في شعبان حطات السطل ديالها ديال الشباكيه وجداتو اللي باغي يسافر لحباب وعلى برا راه خداه في شعبان هذا الشيء اللي كاين كيتبقى كتبقى في رمضان الا قطعت الناس اللي باغا من الخدمه الكثيره هي اللي كدوز في شعبان الرق ديالها رقيقه رق رقيق كطلع مزيان مزيان رقيقه رقيقه تزا شويه نشوفوا الرق ديالها شو مشكل شي رقيقه بزاف يلا شوف شكون غيدير كبيره هادي صغيرة هادي صغيرة واخا تعاودها هنا بشوية جوج فوق جوج فوق جوج وكتحل فوق جوج فوق جوج فوق جوج بحال كتقلبها درتي جوج عاد قلبتيها جوج 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 الطريقه ديال القلب هذه الكبيره هي اللي غنحطوها قدام هذه باش يبان البرق لا بر عندكم في يديكم ما كاين هنا وهنا سبحان الله العظيم
كاين اللي يبغي هذه وكاين اللي يبغي كاين اللي يبغي كبيره كاين اللي يبغي كبير كاين اللي يبغي دغمه وحده حنا كنديروا كنغمض عينين نجي في 6 ما نفوتهمش تبارك الله تبارك الله بالممارسه تبارك الله الكبيره وكاين اللي كيبغي حتى اكبر من هذه اه بالنسبه لخارج الوطن كيبغيوها كبيره حيت كيبغيوها بالبياسه كيبغيوها حيت كتباع بياسه اللي كلا وحده ما يعرف دابا انت راه كدوز الخطوطه ولكن ما تتقطعش حتى كتقطع بيدك خط عامر وخط خاوي يرجع خاوي مش ما يضيعش الوقت في يرجع خاوي لا راه ضيعتي الوقت عمر غتشرك غتشرك شي كتمشي وترجع خاوي هي الطريقه ديالها الناس اللي ما عارفينش دابا بالنسبه للتكنيك يسحبوا لا ما عندهمش طبعا يديروا بحال الطريقه هذه دابا نتوما كتهبطوها باش ما كتضيعوش الوقت تهز يدك عاود تعاود دير سطر اخر باش كتمشي خفيف سريع هي كتبغي شويه الممارسه هاد الطريقه هادي باش توصل ليها ماشي سهله لا حريفي خاص تكون اما خدمتي في شي مخبازه ديال شباكيه ولا حريفي ديال شباكيه هادي ديال عبد الطيف ها هي هنا انا نسالي وغنصوب نشوف الكبيره هادي علاش الناس كيبغيوها صغيره كاين اللي عندو وليدات كاين اللي يفرق يبقى ما يحط واحد اللي يهز وحده ماشي ما تبقاش تكالو تبقى كيلو ديال هادي غتجي فيه واحد العدد على بالنسبه للكيلو شحال كتعطي بحال دابا هادي بالحبه لا بالحبه وبالكيلو بالحبه ما عمرناها وبالكيلو بالكيلو كيلو لا جوج كيلو ونص ديال الدقيق شحال كتعطي كيسولوني انا بزاف غتخرج لك 3 كيلو ديال العبار تقريبا ولا 3 كيلو ونص 3 كيلو ونص بالعسل ونقولوا حيت غيزيد كتزاد كثر حيت فيها هي جوج ونص تزيد الزيت والدقيق غتخرج واحد 5 كيلو في التوتال ولا اكثر ياك التوتال ديالها شفا واه الحريفيه كيتسمى هاد راه السرعه في الانجاز وسهله هاد الطريقه ديال 6 سهله احسن من 5 وعاد مسربيه هذيك حتى مسربيه اللي بقى كتحط شي فوق شي هي غنعاود نشوف شي واحد وحده فوق وحده ما كاين لا مشاكل لا والو هو هذاك كبيره نشوف هذاك الرجع ما غاديش نضيع فيه اه كت ما كتجمعوش كتخليه هكاك مطلق لا مطلق وغادي نتقبل من البصل غادي هو المشكله ملي كتجمع ملي كتجمع كتولي صعيب باش تحل شكون هنا درتو الخشبه كتبغيو تخدموها فوق الخشبه الخشبه احسن علاش حيت اسمي الرخامه كتلصق فيها كداك والخشبه لا الخشبه مزيان هادشي شكون درتو الخشبه باش الشباكيه الشباكيه كنصبها فوق الخشبه فوق الخشبه
الخشبه كتشرب ديك الزيت. كتشرب ديك الزيت ما كتخليهاش تلصق. هادشي كيجي بالممارسه ملي كنمارس لواحد الحاجه دائما تيعرف شنو اللي اسهل في الخدمه. وكنظن كتعاونكم حتى في التطلاق. ما تبقاوش تديو تجيبوا العجينه دغيا كتمشي.